السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. نبدا لكم بالضفيرات. جاتني واحد السفر على غفله المغرب، ما كنت دايرها لا في البال ولا على الخاطر، خلاوها. فخليكم معايا شوفوا التجهيزات اللي درت بسرعه. اول حاجه مشيت درت صوبت ضفيراتي دغيا بالزربه. صراحه ما كنتش عواله وما كانش في بالي غنمشي المغرب نهائيا، كان غير راجلي اللي غيمشي. وصراحه قطع علينا، دار لنا مفاجاه، يعني كنا حنا غنجيو الخميس وقطع علينا الثلاث في الليل، دونك كان عندي نهار واحد. جيتنا شويه حلقنا على الحاله. ايوا صافي، مشينا دغيا بالزربه تقدي داكشي اللي خاص. انا حنا جمعت الحويجات ديالي، كتشوف القطيطات تما كيدوروا، جمعت لي فاليز. انا كانت 4 ديال الصباح فقنا، وشحال توحشت. دابا انا كنمونطي لكم الفيديو من المغرب وشحال توحشت القطيطه ديالي. ديجا ما علينا، عطو درت واحد الفيلم هندي درتو من دارنا. ما قلتش اليوم انا جايه. المهم هنايا خرجنا في الصباح، راه باقي الظلام، مشينا درنا ليسانس حيت ركبنا مدينه بعيده علينا بثلاثه السوايع تقريبا، سميتها فورت لودرديل. ما قلت لكم احنا في اورلاندو، مشينا ركبنا من المطار من فورت لودرديل، كاين حدا ميامي. دونك دينا كنا غنكريو الطوموبيل، ولكن صدقنا دينا الطوموبيله ديالنا، خليناها تمايا في الباركينغ ديال حدا المطار. المهم راقبتنا الطريق في الليل، ودزنا بعدا فطرنا في دانكين داونات القهوه اللي ما تخطاناش. قبطنا الطريق هنايا، ها هو غادي تشوفوا هنايا بدا كيطلع شويه الضوء، غيبدا يطلع الشميشة. وصلنا تقريبا مع قبطنا الطريق يمكن مع ديك الخمسة ولا الستة، المهم تسعود تسعودونس لقاتنا تمايا. هانتوما شفتو راه بدا بدات كتشرق السميسة، بدات كتشرق الشميشة. وعرفتو كيف ما قلت لكم، ما كانش كيلاها الوالديه، قلت لهم راه راجلي غيمشي هو واحد ثلاثة صحابو، زعما باش دير بحسابو. هي توقفنا عليهم وفرحوا بزاف، جاتهم مفاجاه، لانني ما كنتش كاع ناويه غنزل هذا العام. دابا راه 3 سنين ما نزلتش، فقلت ما ندير لهم هذه المفاجاه. وراجل قال لي لا علميهم، قلت لهم لا. مهم جاتهم مفاجاه زوينه، خليكم حتى تفرجوا في الفيديو الثاني ان شاء الله اللي مورا هذا، وغادي تشوفوا غتشوفوا رده الفعل ديالهم والرياكسيون ديالهم. المهم هنا راه حنا وصلنا، جينا مع هنايا تقريبا هذه 11، كان تقريبا 10 11، حيت في الصباح خدينا غير قهوه من دانكين دونات، ما قدرتش انا الصباح بكري نفطر، فجينا هنا فطرنا. واحد هذا الكافي زوين، كيديروا فطور وعشاء، داكشي عندهم زوين ورخيص صراحه، والله رخيص بزاف. خديت انا هاد الاومليت، ولدي خدا الوافلز. ايوا سالينا حنايا غاديين طريقنا للمطار. عرفتو كنسجل لكم هاد الفيديو مع الوحدة وربعة ديال الليل في المغرب، باش تسمعوا صوتي شويه عيان. بغيت نحط الفيديوهات لان عندي بزاف، بغيت نخوي التليفون. صافي هنا قبطنا الطريق، حنا غاديين للمطار. كانت عندنا الطياره تقطعنا على الخطوط الكنديه، كانت عندنا الطياره من فورت لودرديل لموريال، ومن موريال لكازابلانكا. والطياره الاولى كانت فيها 3 سوايع ونص، وكان عندنا ليسكال ساعتين في موريال، ومن بعد الطياره الثانيه فيها 8 ديال السوايع. ولكن كانت شويه الطياره الاولى درت شويه غوتاغ، دونك ما تسنيناش بزاف ليسكال، تقريبا ساعه حنا في ليسكال كنتسناو. وداز الحمد لله الحمد لله الحمد لله، داز السفر مزيان. وعرفتوا انا عندي مشكل، ما كنعسش انا في الطياره، ولكن هاد المره نعست. هنا عطاونا لي ماسك ضروري ضروري ضروري، الماسكات كيعطيوهم لكم في المطار ضروري، مدي معاكم الماسكات. في كيف ما كتشوفوا حنا وصلنا للمطار هنايا في مدينه فورت لودرديل، حدا قريبه لميامي شويه، تقريبا 3 سوايع من اورلاندو لهنا. جينا في الطوموبيل، خليناها غنخليوها الصراحه في الباركينغ حتى نرجعوا ليها. عرفت
وفرحانه واكسيت كي نطلع لي امتى نوصل ان شاء الله ما قايلاش ليهم راني غنمشي للمغرب. قلت لماما وبابا منا كنقول لكم سمحوا لي درت لكم هذا الفيلم اللي عندي ما قلتش ليهم غنمشي للمغرب. قلت لهم غير راجلي وثلاثه صحابو غاديين كيف ما قلت لكم. قلت لهم راجلي وصحابو ثلاثه غاديين للمغرب وحيت انا ما كنتش نهائيا غنمشي للمغرب ما كانش في البال والو. كان راجلي عنده شي شغل يمشي يقضيه ف يعني بقات لينا يومين السفر. قال لي صافي راه قطعت لكم حتى نتوما دار لنا مفاجاه ما بغيتش نقولها للدار خليتها مفاجاه اليوم. خلي بقاو معايا حتى لاخر فيديو ان شاء الله ولا الفيديو اللي من بعد هذا وتشوفوا ان شاء الله كي غتكون كي غدوز القضيه ان شاء الله. دعوا معنا ونصلوا على خير واخا تشوفوا هذا الفيديو معطل. قلت لكم الماسكات ضروري في المطار بحال دابا الناس اللي غيسولوا بر في الداخل في المطار ماشي في كاين اللي ما دايروش ولكن في الطياره ضروري ومؤكد. انا صافي حنا غادي نركبوا في الطياره ديالنا الاولى. الناس اللي غيسولوني على الاجراءات ديال هذا اللقاح ولا الجلباب ديال التيست ديال البي سي ار الصراحه المغرب كنا قالوا داروا خرجوا قرار بان يا اما جلبه يا اما البي سي ار ولكن الصراحه ما سولونا على حتى حاجه في المطار في المغرب. حاجه وحده اللي ضروري منها هي كتعمر واحد بحال ملف طبي اولا واحد الفورم كتعمروها كتامبريميوها من الانترنت ديال الصحه صافي كتعمروها وفي المطار هي اللي كيسولوكم عليها كتعطيوها لهم وكدوزوا. ولقينا تبارك الله بعد راه الطياره كانت عامره دابا كلشي تبارك الله داخل المغرب. وحتى المطار عرفتو واحد الديوانه شحال حنا قابطين الصف تقريبا راه ساعه ولكن الحمد لله كلشي داز مزيان. انا كيف ما قلت لكم ما كنعش ولكن في الطياره الثانيه خديت واحد الحبه رخاتني شويه الحمد لله نعست فاللهم لك الحمد والشكر نعست ارتحيت داز السفر مزيان. العقبه كاع الناس اللي باغيين ينزلوا ان شاء الله ولا باغيين تنزلوا اللي عنده جلبه هي هذيك اللي ما عندوش يدير غير تيست بي سي ار المهم يديه كاحتياط وصافي. ما اما هما ما سولونا لا على التيست ولا على الجلبه كنعاودها ما سولوناش لا على التيست ولا على الجلبه. وريتكم قلت لكم على هذيك الورقه ديال الصحيه صافي اللي سولونا عليها. Thank you.
شوفوا هنا سبحان الله، شوفوا عرفتوا كنا فوق السحاب فوق الضباب، راه واحد الخلعه د السلين راه عودنا وشهدنا، والله الا لا شهدت انايا عرفتي كان فوق الضباب وبقات كتحرك بزاف، صافي التوربولونس صافي تخلعنا، والله الا تخلعنا انا بالعاني صورت لكم هنا، نرى حتى شويه بدات كتنقص من ديك الحركه عاد بديت كنصور. صافي هنايا الحمد لله نزلنا وصلنا للموريال، وكيف ما قلت لكم راه غادي نوريكم كل شيء، انا بغيت نتعمد نوريكم كل شيء التفاصيل، وباش نوريكم شنو كيفاش داز الفلايت وكيفاش كانوا الاجراءات كيفاش دخلنا البلاد الحمد لله، والعقوبه لجميع الناس اللي ما دخلوش يا ربي تسهل عليهم حتى هما اللي كانوا باغين داخلين. هنا نتوما كتشوفوني راه العيا، حنا نزلنا هنايا من موريال غادي ننزلو غنمشيو ديريكتومون الطياره الاخرى، لان الصراحه ما كانش الوقت بزاف، الحمد لله كانوا الشوانط مشاو ديريكتومون لكازا. صافي انتما كتشوفوا حنا خرجنا من هاد الطياره هادي، غادي نخرجوا غادي نمشيو للطياره الثانيه، واخا حتى هو المطار شي شويه كبير مي الحمد لله يعني ما تعذبناش بزاف، حيت الحمد لله ما كانش عندنا الباكاج بزاف، ومع دوك الطابي ولون اللي كيديروا لكم في الطريق تما كيزربوا الخدمه شويه، هما هادو دونك كيسرعوا الخدمه كينقصوا عليكم شويه الطريق والوقت. صافي هنا غادي نمشيو للتيرمينال ديال الطياره الثانيه. وصراحه شوفوا هنا في المطار عجبني هذا المنظر، عجبتني هذه الفكره هذه، هذا مطار ديال كندا موريال، داير لهم هذا البارك هنايا ولا بلاي جراوند، حنا عندنا هذيك 67 جيت، عطنا تقريبا واحد 20 دقيقه ونمشيو، المهم باش ما نبقاش نصور الناس بزاف، بغيت انا نوريكم هذه الفكره هذه انت لي بارون كيتسناو هنا باش الوليدات ما يقنطوش. هذه نظرة حنا كاسين حاطين هنايا كنتسناو، عرفتوا يلا نزلنا من الطيارة الأولى، دارت بينا هادي دارت بينا 3 سوايع ونص من فلوريدا من فورت لودرديل حدا ميامي موريال، دارت بينا 3 سوايع ونص، ودابا غادي نركبو، كان عندنا تقريبا ساعة ونص ما كاملاش ساعة ديال الاسكار حيت عطلنا من الطيارة باش خرجنا، ساعة ديال الاسكار تقريبا، حنا جينا نرتاحو هنا وفي جوع راه غادي نمشي نشوف شي حاجة دغيا ناكلوها بالخف بما دخلنا للطيارة، ولكن عارفين ماكلة الطيارة هي أنا. المهم دابا الطيارة فيها 8 سوايع وأنا ما كنقدرش نعس، الطيارة واخا كيكون فيها النعاس ما كنقدرش نعس، يعني ايوا هنا راه غتفهموا غير من التصاور. حنا الحمد لله وصلنا لكازا على خير وبخير وفي امان الله، هانتوما كيديروا لنا الفيديو ديال الدار البيضاء، الفيديوهات ديال المعالم المعروفه، وانتوما كتشوفوا الزنيقات ديال المدينه القديمه، وبيان سور المسجد الحسن الثاني، عرفتوا على فرحه سبحان الله، واحد الفرحه لا توصف، ومع انني ما كنتش دايره كاع بالي غنزل المغرب ما مجتمع والو، وهنا كانوا دايرين لنا الافلام العربيه بزاف، عتدوات بهم الوقت والله ما حسيت فين، ومع نعست ما حسيتش بهذيك 8 سوايع ابدا. وصافي ها انتم غتشوفوا حنايا صافي قربنا، بقات لنا الساعه قلتوا ساعه وثلث، فكنحسبوا فحالاش باش تسالي. صافي كملت واحد الفيلم ديالي ما جيت نكملو، حتى انتم كتشوفوا دغيا داز الوقت كيطير، دغيا داز كملت داك الفيلم دغيا داز الوقت. ايوا نزلنا دخلنا للبليده لبلادنا الجميله الرائعه، انتم كتشوفوا حنا هنايا صافي درنا الاسكال وصافي الطياره غادي تباركي وغادي ننزلوا ان شاء الله، ولكن ما تفوتوش الجزء الثاني يعني سورتو الفيديوهات الثانيه ان شاء الله، غندير لكم فلوكات فيما مشيت نصور لكم ان شاء الله، والبلاصه اللي كلينا فيها ولا اللي خرجنا فيها ولا المهم انتما ان شاء الله غندير لكم
مرحلة مرحلة. نذكركم بأربعة أبواب الخروج على كل جنب في هذه الطائرة إيربوس 33. شكرا لكم. Mesdames, Messieurs, vous souhaitez la bienvenue à Casablanca. Il est maintenant 7h26 à la gare. Nous vous prions de rester assis avec vos ceintures de sécurité bouclées et vos bagages rangés.